السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم وكل خير. معكم أخوكم مستان قحطاني من موقع التقني بالحدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نسوي لك استعراض شامل لواحد من أفضل الأجهزة اللوحية مزودة بنظام الأندرويد بمقاس 10.1 إنش، الجهاز اللوحي إكسبيريا زد 4 تابلت اللي تم الإعلان عنه أول مرة في مؤتمر الـ NWC للعام 2015. النسخة اللي أمامكم هي نسخة الواي فاي مع شبكات الجيل الرابع، في نسخة أخرى تأتي أو تدعم فقط تقنية الوايرلس فقط. راح يكون متوفر من اللون الأبيض وأيضا اللون الأسود. للأسف ما عندي معلومات عن موعد الإصدار أو حتى السعر لكل نسخة، فإن شاء الله إذا زودتني الشركة بالسعر أو موعد الإصدار فراح أحطه في المراجعة إن شاء الله من خلال موقع التقنية بلا حدود. الجهاز اللوحي تم تحسينه بشكل بسيط جدا، لكن هذه التحسينات ملحوظة جدا ومرحب بها، فخلونا نبدأ. لا زالت سوني محتفظة بمفهوم التصميم وجودة التصنيع المعروفة باسم الأوميني بالانس في أجهزة الإكسبيريا، سواء الهواتف المحمولة أو حتى الأجهزة اللوحية. الزد 4 تابلت يأتي بتصميم وجودة تصنيع جميلة، لكن بسماكة أقل وبوزن أخف 6.1 مليمتر. هذا يعني أنه بنفس السماكة الموجودة في الآيباد إير 2، ولا زال الأخف وزن مقارنة بأي جهاز لوحي يأتي بمقاس 10 إنش 393 جرام لنسخة Wi-Fi LTE. ومع هذه السماكة المجنونة فإن البطارية الخاصة بهذا الجهاز لا زالت بنفس السعر الموجودة في النسخة السابقة اللي هي 6000 ملي أمبير. لكن لا تنسوا أنه الجهاز اللوحي صار مواصفات أقوى وبشاشة أفضل ما موجود في النسخة السابقة، فبالتالي راح نخبركم عن حالة البطارية بعد شوي. لو تناظر للجهاز من الجهة الأمامية فإنك راح تلاحظ السماعتين موجودة مع الإطار الخاص بالجهاز اللوحي. الجهاز اللوحي يأتي ببلاستيك المعتم والإطار الخاص بالألمنيوم، شيء يذكرني ما موجود في الإكسبيريا زد 3. لكن نبقى مع الجهة الأمامية لأنه راح تلاحظ على الفور كيف أن سوني نجحت أخيرا في تقليل من مساحة إطار الشاشة، وهذا الشيء اللي كنت انتقد سوني دائما انهم ياخذون مساحه كبيره، لكن هنا قاعد اشوف تطور جميل. الكاميرا الاماميه اصبحت بدقه اعلى من 2 الى 5 ميجا بكسل واسعه النطاق. الجهاز اللوحي لا زال ضد الماء وضد الاتربه، مع ذلك المنفذ الصوتي 3.5 مليمتر مكشوف، والمايكرو اس بي 2.0 برضه مكشوف. الجهاز اللوحي راح يغوص معك لمده 30 دقيقه بعمق متر ونص المتر. الجهاز اللوحي مخصص للعرض بنظام العرض، لكن بإمكانك عرضه بالطول. راح يكون الموضوع غريب شوي وخاصة مكان الأزرار والمنافذ، لكن بس حبيت أوريك هذه النقطة. فيما يخص بالمنافذ والأزرار، فمن هذه الجهة راح تشوف زرين التحكم الصوت، زر الطاقة، مكان ممتاز جدا للوصول إليه بكل سهولة، مع العلم أنه بإمكانك إيقاظ الشاشة من خلال النقر مرتين. من هنا راح تشوف المايكرو اس بي، منفذ مغلق خاص بالوصول إلى الذاكرة الخارجية والشريحة من نوع النانو سيم بسرعات تصل إلى LTE Cat 6 300 ميجا بت بالثانية، منفذ صوتي 3.5 مليمتر. من هنا ما في أي شيء. ومن الجهة الخلفية الكاميرا بدقة 8.1 ميجا بكسل وتقنية الـ NFC. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع للإكسبيريا زد 4 تابلت. ننتقل إلى الشاشة والصوت. الجهاز اللوحي راح يقدم لك شاشة جميلة جدا. الشاشة لا زالت بنفس المقاس 10.1 انش، لكن بدلا من دقة الـ 1080p فان الدقة الان اصبحت 1600x2560 بكثافة بكسلات 299 بكسل لكل انش، وطبقة حماية مقدمة من قبل شركة سوني بدل من طبقة حماية الجوريلا جلاس. شاشة مزودة بعدد التقنيات التي رأيناها في عدد كثير من اجهزة الاكسبيريا مثل اكس رياليتي، وايضا تيرمينوس الموجودة في شاشات البرافيا الخاصة بالسوني. الشاشة ممتازة جدا من ناحية الإضاءة، الألوان، درجات التباين، زوايا الرؤية رائعة جدا. هذا الجهاز راح يقدم لك شاشة مناسبة تماما لمحبين الوسائط. هذه تجربة لفيديو من خلال هذا الجهاز، الحكم على الشاشة وأيضا للحكم على الصوت الموجود في الجهة الأمامية سواء من اليسار أو من اليمين. جودة الصوت جيدة لكنها ليست بالمستوى العالي جدا. بسم الله. نسيت ما أقول لكم أنه مستوى الإضاءة مضبط بشكل تلقائي. I was designed
هذا فيما يخص بالشاشة. أخيرا وليس آخرا، مستوى الإضاءة فيها جدا عالي لدرجة أنه بإمكانك استخدام الجهاز اللوحي تحت أشعة الشمس من دون أي مشاكل. نعم في خاصية إيقاظ الشاشة من خلال النقر مرتين، لكن لا يمكنك فعل العكس لإطفاء الشاشة. من حسن الحظ أن زر الطاقة موجود في مكان جدا جدا مناسب. هذا فيما يخص بالشاشة والصوت. ننتقل إلى الأداء والبطارية. الجهاز اللوحي ياتي بمواصفات عاليه جدا، سناب دراجون 810 ب 8 تنويات، تدعم بيئه ال 64 بت، عندك الذاكره العشوائيه 3 جيجا بايت، تقنيه ال NFC الوايرلس بنطاق الاي سي، تقنيه الملاحه حتى موجوده مع نسخه الواي فاي ال LTE. فجربنا الجهاز اللوحي مع برنامج الانتيتو وحقق تقريبا 51,000 نقطه، وهذا الشيء كويس لجهاز اللوحي ياتي بدرجه وضوح 1600 في 2560. سلس جدا، ما واجهنا فيها اي مشاكل نهائيا مع إدارة المهام، كل شيء قاعد يشتغل بسلاسة تامة، وهذا الشيء كويس. الجهاز اللوحي من ناحية الحرارة ففي حرارة لكنها ليست مزعجة، تقدر تقول أن الحرارة مقبولة نوعا ما، وراح تلاحظها إذا لعبت بأقوى الألعاب مثل هذه اللعبة واللي تطلب رسوميات عالية. فنعم، فإنك راح تلاحظ هذا الشيء مع هذا الجهاز اللوحي. فهذه تجربة بسيطة جدا مع هذه اللعبة علشان تشوف كيف قوة الجهاز اللوحي في التعامل مع الرسوميات العالية. فسوني صراحة سوني يعني قاعدة تستخدم مواصفات عالية جدا لهذا الجهاز، فجدا جدا ممتاز من ناحية إدارة المهام، تصفح مواقع انترنت، مشاهدة فيديوهات اليوتيوب. فالجهاز اللوحي قاعد يعطي سلاسة تامة، حتى ما لاحظنا تأخر في فتح التطبيقات. بالنسبة للبطارية فالبطارية هنا 6000 ملي امبير، نعم نفس البطارية الموجودة مع النسخة السابقة، لكن تذكر انه هذا الجهاز يأتي بمواصفات اعلى، والشاشة تحديدا هي اكثر شيء او اكثر ما يستهلك في بطارية هذا الجهاز اللوحي. مع ذلك فانه لاحظنا ان البطارية الخاصة بهذا الجهاز اللوحي جدا ممتازة، مع الاستخدام المتوسط الى المكثف صمدت معنا الى تقريبا 13.5 ساعة، تقدر تقول 14 ساعة مع الاستخدام المتوسط إلى المكثف. طبعا مع الاستخدام العادي فأنا متأكد 100% أنه راح يصمد معك يوم ونص اليوم. سوني لا زالت محتفظة بموضوع وضعيات الحفاظ على البطارية، فبإمكانك الوصول إليها من خلال باور مانجمنت واختيار عدد من وضعيات الحفاظ على البطارية أو مراقبة أداء البطارية. بالنسبة للكاميرا فالأجهزة اللوحية دائما غير مخصصة للكاميرات القوية، بنفس ما رأينا أو بنفس ما هو موجود مع سلسلة هواتف المحمولة. فتطبيق الكاميرا يأتي بنفس ما هو موجود، نفس الواجهة الموجودة في هواتف الإكسبيريا. فالجهاز اللوحي يأتي بدقة 8.1 ميجا بكسل، وأيضا يأتي الجهاز اللوحي بإمكانية تصوير فيديو بدقة 1080p بسرعة 30 إطار بالثانية. فبإمكانك الوصول إلى عدد من وضعيات التصوير أو الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بكاميرا الجهاز اللوحي Z4 تابلت. طبعا لا تنسون أنه ما في فلاش، لكن الإكسمور RS هو المستشهر، يعني قاعد يعطي أداء جيد جدا. الكاميرا الأمامية الخاصة بهذا الجهاز اللوحي أيضا تم رفع الدقة الخاصة بها إلى 5 ميجا بكسل، فبالتالي الكاميرا واسعة النطاق زي ما انتم ملاحظين، فزي ما اخذ ما شاء الله مساحة كبيرة جدا، وبإمكانها تصوير فيديو بدقة 1080p. بالنسبة للنظام الخاص بهذا الجهاز اللوحي فسوني لا زالت محتفظة بموضوع ان الواجهة تكون بسيطة وقريبة مما موجود في نظام الاندرويد الخام. هنا الاندرويد 5.0.2 المعروف باسم اللولي باب. الجهاز اللوحي يأتي بواجهة جدا بسيطة جدا جميلة، برأيي أن الواجهة تعدلت بشكل كبير جدا، وخاصة مع نظام الاندرويد لولي بوب، لسبب بسيط جدا أنه حتى الأيقونات تم تعديلها بحيث أنها أصبحت الآن أيقونات مسطحة الشكل. فهذه هي الواجهة الرئيسية. طبعا الواجهة راح تقدم لك عدد من الخدمات، إذا علقت بهذه الطريقة فأنه راح توصل إلى عدد كثير من الخدمات، على سبيل المثال التحكم بالصناديق المعلوماتية، ورق الحائط، الثيمات برضو موجودة مع هذا الجهاز اللوحي، والهوم سيتنج واللي وريتكم اياها في الزد 3 بلس، واللي يسمح لك بالتحكم بدوران الشاشه بشكل تلقائي او التحكم بحجم الايقونات. هنا
طبعا قائمة التطبيقات واللي تسمح لك بالوصول إلى عدد من الخدمات المقدمة من قبل شركة سوني، مثل سمارت كونكت واللي يسمح لك بضبط عدد من الإعدادات إذا وصلت إلى المكتب، إذا وصلت الإكسسوار مثل السماعة على الجهاز اللوحي فإنه بإمكانك تحديد عدد كثير من الوظائف. من هنا راح تشوف الإكسبيريا لينك واللي ممكن تقول إنه عبارة عن الاستعارة بالإنترنت من خلال ما هو موجود في هاتفك المحمول. هنا بإمكانك الوصول إلى خدمات البلاي ستيشن زي ما شفنا في عدد من أجهزة الإكسبيريا، فهذا يعني أنه بإمكانك تحويل هذا الجهاز إلى بث محتوى من البلاي ستيشن 4 إلى هذا الجهاز اللوحي، فبإمكانك اللعب من خلال هذه الشاشة. برضو من الأشياء، إذا تحت من الآلة الأسفل فإنك راح تلاحظ التنبيهات والتحكم بأدوات الاتصال، التحكم برضو بالملف الشخصي والانتقال أو الذهاب بالإعدادات، أو ممكن تسوي تحرير وتضيف الأيقونات الخاصة والتحكم بأدوات الاتصال من خلال الضغط على هذا الزر. طبعا إذا ضغطت على الأيقونة الخاصة بإدارة المهام فإنها راح تظهر لك ما هو موجود في موجود في نظام الاندرويد الخام، لكن راح تلاحظ انه في خاصيه اسمها سمول ابس اللي راح تقدم لك تطبيقات على شكل نوافذ، للاسف لا زالت محدوده ولا تقدم العدد الموجود مقارنه بعدد كثير من المنافسين مثل السامسونج والال جي او الشركه ال جي، فعلى الاقل لا زالت موجوده مع هذا الجهاز. اللي تمنيت ان السوني برضو توسع يعني تاخذ يعني تستفيد بشكل كبير جدا من موضوع الشاشة الكبيرة مثل النوافذ، مثل إطلاق أكثر من تطبيق في وقت واحد، فللأسف أنها غير موجودة مع هذا الجهاز اللوحي. فهذا هو النظام، نظام قريب جدا من نظام الأندرويد الخام، فما راح تشوف الشيء الكثير. الجهاز اللوحي رائع جدا، رائع من ناحية الإمكانيات، من ناحية أنه راح يقدم لك تصميم وجود تصنيع، الأداء، البطارية، الكاميرا يعني مقبولة، ففي الغالب هذا الشيء نشوفه مع عدد كثير من الأجهزة اللوحية، فلا تتوقع أنه راح تكون بجودة خارقة جدا. وأيضا تمنيت أنه زي ما قلت قبل شوي أن سوني تستفيد من موضوع حجم الشاشة بإضافة عدد من الخصائص للاستفادة من حجم الشاشة الكبيرة. فأتمنى أني وفقت في المراجعة، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.